بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله كده ايه يعني عملنا السيت اب ونزلنا اكستنشنز. طبعا لسه ممكن ننزل حاجات اكتر من كده، لكن انا مثلا هروح في مكان على مثلا على السي في، هعمل فولدر اسميه مثلا بروجكتس، وليكن ده المكان اللي انا هشتغل فيه، وعملت فولدر تاني وليكن بايثون، تمام. وهنا هبدا اعمل البروجكتس بتاعتي. فانا ممكن من خلال فيجوال ستوديو كود او افتحه، طبعا لسه ما حددتش قبل كده اي باث، لكن ممكن نبدا نشتغل. مثلا اقول له اول حاجه اوبن فولدر، يعني من فايل كده واقول له اوبن فولدر، عشان يبقى في فولدر بقى رئيسي انا هبدا اشتغل جواه واحط الشغل بتاعي. فمثلا بروجكتس بايثون مثلا، قلت له سيلكت الفولدر، خلاص ماشي. عشان اتاكد الدنيا شغاله، في عندي حاجه اسمها التيرمينال، لو قلت له نيو تيرمينال تمام هتلاقيه واقف في المسار بتاع ده التيرمينال، زي السي ام دي يعني. وابدا اشتغل. يعني مثلا لو قلت له ميك داير مثلا، اعمل فولدر اسميه مثلا بالبروجكت بتاعي، اسميه ويب برو مثلا. فعملت كرييت، فقال لي تمام. قلت له طب السي دي على ويب برو، فخلاص بقى جوه الفولدر بتاع الويب برو. طبعا لو عايز تيست ممكن اقول له بايثون داش داش فيرجن، قال لي فيرجن كذا. طبعا في بعض الناس بتبقى منزله يعني بايثون نزل بسبب اي برنامج اخر قبل كده، وبعد كده هو نزل بايثون من اول جديد، فبقى عنده فيرجن قديم وفيرجن جديد. طبعا بقول ليه؟ عشان احاول احل كل المشاكل اللي بتحصل مع الناس. فالفيرجن قديم وفيرجن جديد دي معناها ان انت عندك اكتر من فيرجن على الجهاز، ففي الغالب هتلاقي بايثون بترن مثلا فيرجن 2.7 مثلا. فهتعمل ايه؟ انت المفترض ان البايثون اصلا بينزل، لو دخلنا على السي جوه يوزرز، اليوزر الرئيسي بتاعك مثلا ايه، انا عندي ايه سابور، انت خش على اليوزر بتاعك هتلاقي في حاجه عندك اسمها بعد كده ابديتد، تمام. جوه الابديتد ببقى اخش على اللوكل وبلاقي عندي بروجرامز، وجوه بروجرامز الاقي عندي البايثون، خلاص. والاقي بايثون بقى ايه الفيرجن اللي موجود دلوقتي، تمام. فلو انت عندك اكتر من فيرجن ممكن تكون مسطب في حته ثانيه، مثلا منزل فيجوال ستوديو مثلا ومنزل بايثون في حته ثانيه او كده، وعندك لخبطه في الفيرجنز. فانت لو دخلت هنا على البايثون ده يعني وده بايثون فيرجن 3، وهتلاقي ان هنا بايثون دوت اي اكس اي اللي هي الاساسيه بتاعتنا هي اللي مشكله دي. طبعا انت مش شايف الاكستنشن، ممكن من فيو كده نقول له ايه اذن الفايل اكستنشن، خلاص. فلاقي ان بايثون اي اكس اي بقى عندك توب في بايثون اي اكس اي، فطبعا ما بتشافش يعني. في الحاله دي هتضطر تعمل ايه سيادتك؟ هتضطر تقوم مكابي كده البايثون ده الفايل اي اكس اي، وممكن تسمي دي مثلا ايه بايثون 3، خلاص. ما انت دلوقتي لو قدرت تستدعي بايثون 3 داش داش فيرجن هيبقى شغال ده، لان التاني اسمه بايثون وده اسمه بايثون، فبتحصل عمليه الايه الكونفليكت مع بعض الفيرجنز. ففي الحاله دي كده لو عملت الحركه دي حاسس ان عندك مشكله، ما عندكش مشكله ومش عارف عشان الفيرجن ما تعملش اللي عملته ده. لكن انا عايز اقول في الاخر هي مش تفرق، لان انا كده عندي بايثون 3 داش فيرجن او هترن الاي اكس اي اللي هو اسمه بايثون 3، تمام؟ هترد عليا. ولو قلت بايثون بس داش فيرجن هي بترد عليك. لكن لو انت عندك اختلاف اعمل الحركه دي، ما عندكش اختلاف وما عندكش فيرجنز قديمه واول مره تسطب بالموضوع والموضوع ماشي معاك، يبقى الدنيا تمام وما عندناش مشكله. طيب كويس جدا. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقول لو احنا في الحته دي عايزين في الويب برو ده عايزين نبدا مثلا نبدا نعمل الفيرشوال انفايرمنت بتاعت البايثون. فانا فيرشوال انف والفيرشوال انفايرمنت سبيس نقطه. الفيرشوال انفايرمنت ببساطه جدا هي بتول بتعمل لنا ايزوليتد بايثون انفايرمنت، بتعمل انفايرمنت كامله منفصله للبايثون بحيث نقدر نشتغل عليها وتبقى فيها كل الاكزيكتبل فايلز اللي احنا محتاجينها. فانا لو قلت بس هي ممكن تكون كده مش نازله اصلا الفيرشوال انفايرمنت، فهنقول بي اي بي اللي هي البيب، او هي اصلا مش عايز اكتب ليه
اللي هي الخاصة الباكج اللي هي البايثون انستول باكجز، يعني ده الحاجة اللي بننزل من خلالها الباكجز الخاصة بالبايثون. فهنستغلها في ان احنا نعمل ايه؟ هقول له انستول الفيرتشوال انفايرمنت، لان هي مش نازلة اصلا، هيبدأ يكولكتنج وينزلها لي الاول عشان بعد كده اقدر ان انا ايه استمر وابدا اشغلها. هي مش انستولد اصلا عشان اقدر استخدمها يعني. فقلت له ماشي مش مشكله يعني، نعمل انستول فخلص هو خلاص قال لي انا نزلتها. ماشي اوكي. هقول له بعد كده تعالى نعمل بقى ايه فيرتشوال انف سبيس نقطه ودوس انتر عشان ينزل لي الفيرتشوال انفايرمنت وكل الاكزيكتبل فايلز اللي خاصه بينا جوه الفولدر بتاعنا. قال لي انا كريتد الفيرتشوال انفايرمنت اهو، وكرييت مش عارف فين واخره، ونزلت في الفيرتشوال انفايرمنت في الاصل في البايثون يعني في الباس اللي هو بتاع اللي على اللي احنا دخلنا فيه شويه، اللي هو في الاب داتا، ونزل فيرتشوال انفايرمنت وكله تمام. قلت له ماشي. احنا لو دخلنا هنا الاقي ان ادي هو نزل لي جوه الفولدر بتاعنا، ادي اللايبريز اللي بنستخدمها، وادي الناحيه الثانيه السكريبتس اللي احنا عايزينها. طبعا الاول احنا بس هنعمل الاكتيفيشن جوه السكريبتس بتاعتنا. في مفترض عندنا الاكتيف باتش فايل، ممكن اقول له رن السيرفر، خلاص هو كده بيبقى اتاكتف يعني، فنبقى جاهزين ان احنا نبدا نشتغل. فاحنا عندنا بس الفولدرات دول نزلوا بسبب الايه الفيرشوال انفايرمنت، مفيش فيها مشكله. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ ان احنا عايزين ننزل الجانجو يعني. فهقول له بيب اللي هو الويب فريم ورك الخاصه بينا اللي هنشتغل من خلالها، وهننزل الويب ابلكيشنز من خلالها، ونشتغل على بايثون كويب من خلالها. قلت له ماشي. فهو يبدا ينستول الحاجه ويشتغل. تمام، هو كده الجانجو بقى موجود عندنا على الماشين بتاعتنا. فاحنا نقدر ايه نبدا بقى نشتغل بيه او نستدعي اوامره ان احنا نبدا نشتغل على اوامر تخص الجانجو. فانا ممكن اقول له مثلا جانجو مثلا جانجو داش ادمن، واقول له ستارت بروجكت تمام، وسبيس واكتب اسم البروجكت اللي انا عايزه او المكان اللي هيحط فيه يعني الفولدر اللي هيحط فيه البروجكت بتاعه. فاحنا عاملين الفولدر الرئيسي اسمه ويب برو، فهسميه مثلا ايه الويب سيرفر، السيرفر بتاعنا او السيرفر فايلز بتاعت الايه الجامو. هدوس انتر. فكده المفترض ان هو كريت لي فولدر اسمه ويب سيرفر، وادي الايه الشغل اللي موجود جواه زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا جوه الويب برو، فانا هعمل سي دي واقول له اخش لي تشينج دايركتري، واقول له خش على الويب سيرفر تمام، عشان ابقى جوه الفولدر اللي اسمه ايه على اسمه ويب سيرفر. طبعا عشان ارن فاقول له بايثون مانج دوت باي، اللي هو بايثون يعني الفولدر بتاع مانج دوت باي اللي هو بره ده تمام، الفولدر بتاعنا الرئيسي، الملف بتاعنا اللي جوه الفولدر الرئيسي. هقول له ايه؟ هقول له عايزك تعمل ران سيرفر تمام، عايزك تران السيرفر. هيبدا دلوقتي الفولدر ده اللي اتكريت هيبدا بقى يرن السيرفر. طبعا تلاحظوا ان هو رمالي الداتابيز السيكولايت، وهنفترض ان هنا السيتنج بتاعت السيتنج واليو ار الز وكان هنتكلم عليها. لكن على العموم البايثون بيقول لي انا جريت واشتغلت وكل حاجه، وادي الران بتاعي، وقال لي المفروض نعمل بايثون مانج باي دوت مايجريت عشان التحديثات دي تتطبق على الشغل بتاعنا. قلت له ماشي. لكن احنا بالنسبه لنا طبعا ده السيرفر، والسيرفر كده قام. لكن احنا قبل ما نخش على السيرفر طبعا لو عايز افتحه انا اقدر ادوس كنترول وكده وافتح لي، ادي جانجو اهو، ادي الايه على لوكال هوست على 8000 ده البورت، وده الايه التمبلت الجاهزه اللي بتنزل لنا مع ايه؟ مع الجنرال. طيب انا هوقف كده.
وهاجي عامل ايه، هقول له انا عايز اعمل بايثون وهنادي على مانج باي، بس هنادي على امر اسمه مايجريت. طبعا احنا بنشتغل بالاسلوب بتاع الجانجو دوت، بيعمل حاجه اسمها الكود فيرست، يعني بنكتب الكود والكود بيتحول الى ايه، الى بعد كده بيتحول الكود الى داتابيز، يطبق على الداتابيز. تمام، فالمايجريشن ده مفترض بيبدا يشوف ايه الاعدادات اللي احنا عايزينها، ويبدا ايه بقى يطبقها على الماي، على الماي سيكوال او الداتابيز اللي انا كونكت عليها، اللي هو المفروض دلوقتي في الديفولت انا بكونكت على ماي، على اس كيو لايت، على ما نبدا ان ايه نكلم. فانا اقول له مايجريت، هو المفترض دلوقتي هيبدا يابلاي مجموعه من الفايلز عشان يعمل بيهم مايجريشنز. خلاص، اللي هي في الغالب هيبقى كلهم على اليوزرز، يعني المايجريت الفايلز بتاعت اليوزر بس، عشان يبقى تبع اليوزر الاساسي اللي هتخش بيه اصلا السيستم. طيب، لو انا حبيت اقول له اعمل اول يوزر اللي هو الرئيسي بتاعي، بكريته ازاي؟ لان هو ده اهم واحد عندي اللي انا هخش بيه. فاقول له مثلا كرييت سوبر يوزر، مفترض ده اليوزر الرئيسي الادمن اللي هخش بيه، اقول له بايثون مانج دوت باي، وهقول له كرييت السوبر ايه؟ السوبر يوزر. طيب دخل اليوزر لما ايه سابور اللي انت عايزه. فقلت له ماشي، ايه سابور؟ ايه سابور؟ ماشي. قال لي دخل ايميل ادريس، قلت له عادي صبور at gmail.com مثلا. انا دخل باسورد، قلت له خليه ايه صبور عشان ما انساش. دخل باسورد تاني ايه صبور. تمام، قال الباسورد دوت تو شورت ومش كويس، ونفس اليوزر نيم وبتاع. قلت له خلاص مش مهم، يعني كريت اليوزر وخلاص، انت ما تشغلش بقى انت بالكلام ده. قال لي ماشي، السوبر يوزر كريتد سكسسفولي وما عندناش مشكلة. طب نقدر نرن السيرفر بقى تاني بعد ما ده حصل؟ فقدر رن السيرفر وقال لي كل حاجة تمام. قلت له ماشي، نرجع للفايل بتاعنا ادي اهو. قلت له ماشي، بس المرة دي هخش على مين؟ على سلاش ادمن عشان اخش على الباك اند بتاعتي الأساسية. قال لي ماشي، دخل يوزر نيم، قلت له ايه صبور، الباسورد ايه صبور، وقلت له اعمل يلا لوجن. تمام، قدر يعمل ايه؟ قدر يعمل لوجن. طبعا لسه ما فيش غير الجروبز واليوزرز اللي هي اصلا اساسيه بتنزل مع الشغل بتاعنا. فقلت له ماشي، احنا ده بالنسبه لنا ده الاساسي، ما فيهوش مشكله يعني.